للدعوة أهل ورجال وكنوز بالجود تنال. أدعوكم أيها الإخوة والأخوات إلى البذل والعطاء في هذا الوقف الذي يجري خيره بعد أن يفارق الإنسان هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. فالله الله، فالباب مفتوح والخير يغدو ويروح ما لم تغرغر هذه الروح. واعلموا أن مكتب الروضة من المكاتب الباذلة المجتهدة والتي زكاها سماحة مفتي عام المملكة وبعض أعضاء هيئة كبار العلماء، وهي تحت مظلة رسمية تتبع لدولتنا حرسها الله. فابذلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم فيما تنفقون وأن يخلف عليكم بخير منها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وقف الروضة بمكة، عمرك يفنى وأجرك يبقى. وقف الروضة فاض بهاء وبمكة يكسوه جمال. للدعوة أهل ورجال وكنوز بالجود.